اصحاب من بل دائما مغربين الواحد يدرب مغرومين بالموسيقى وكارهين حاجه اسمها قهوي ماذا بين نبعد على القهوي ماذا بين واحد يمارس هوايته يمارس حاجه اللي يحبها دين الفضاء نتاع المركب الثقافي نتلاقوا هيك نتلموا في السهرات الرمضانيه ما حد يبعد القهوي يبعد على المشاكل يبعد الدخان يبعد على القهوه ومنطوها نعملوا جو مع بعضنا. اول حاجه الموسيقى تحب لها ممارسه اول حاجه هي معناها احنا اللي جايين نمارسوا في الهوايه في الموسيقى مش واحد ما ينساش وديما باش يطور من التكنيك نتاع العزف نتاعها باش يطور من روحها باش يسمع حاجه جديده يحفظ حاجه جديده. الليالي في رمضان عندها جو خاص معناها سهريات معروفه رمضان معروف معنا المجتمع التونسي خاصه المجتمع العربي ان رمضان جو في السهريات في الليل وكذا فهمتني. اما احنا رانا مش كان بالضبط مانك بالذات في رمضان في النهار في سائر الايام مش رمضان نعم في النهار عادي. اما جيت ما انا بطبيعتها في رمضان واحد يقول لك نسهر اختينا من القهوي في رمضان تتلم العباد تتلم لي ميوزيسيان الكل هنا بحكم يروحوا البلاد الكل في رمضان دونك نعملوا احنا نحاولوا نعملوا لمات مع بعضنا لهنا نترجع شويه موسيقى وتريه شويه من كل نوع حكايه. ما وجدت هكاك عفويه كما قلت انت عرفت بعد واحد شقان الفطور ما في وقت تمشي القهوه معنا كل يوم قهوه دونك تولي تمشي تلم على الاحباب الاصحاب نعمل شويه موسيقى شويه غناء تخرج من الروتين شوي هو بالرسمي الواحد ديما يتعلم ديما يطور من روحه سيرتو كي تبدا تخدم اون جروب تحفظوا من بعضكم شوي تنميوا القدرات نتاعكم كي حاجه كيما هيك ساعه شريبتكم في العاده في معناها في الايامات العاديه خلاف رمضان معناها نتقابلوا مره في الجمعه اما بحكم رمضان وفي الليل ما تولي ما عندك ما تعمل تولينا نتلموا كل يوم جو اكيد في رمضان معناها نعملوا جو ملتزم من بعد نعمل جونا المعتاد معنا شوية طربيات والله عن طريق سي جنيدي معنا هو اللي قاعد يلم فينا ويكلم فينا بالواحد ونتقابله كل يوم إن شاء الله ونبرب على روحنا معنا كل ما نتقابله أكيد واحد بيش يسمع العازف الآخر يتعلم منه حاجات يوري هو حاجات للعازف الآخر معنا كيفاش فازت جدد في العزف كيما في الغناء كيف ونحاول نطوره من روحنا كل مرة نحضر غناء جديدة وكاومة